احنا حضرنا ويانا رجل المسلم عمكم وخلاص انا عندنا ان نسوي قائمه بالاسم صحيح عمي ولا السيد المدير مدير الهيئه حلف بالقرار قال انا قاعد امشي نص بنص لان فلوس نص ضباط ونص مراتب هسه واصليك الدرجه الثامنه فيقول احنا ان شاء الله تتيسر فلوس نمشيها وكل من يقول وقف هذا الشهر ماب لا قالوا كل من يقول له احتمال ماكو هسه احنا كنا يم المدير اذا توفرت فلوس ينطي واذا ما توفرت قال ما عندي هاي الموضوع فيقول كل من قال تتوفر على مود 31 12 على السنه الجديده فهو كاذب كان مستمره الى ان تخرج على المخصصات وحتى الرجل حلف بكلام الله امم متواجد واحد يحلف بكلام الله كذب والله يعني هو اكبر شاذ حرامي هذا وقعي حتى تخسر ندخل على ايش مظاهرات الحرس عمي ما الله